من 30 سنة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وافقوا على حل الدولتين أو اتفاقية أوسلو مع إسرائيل، يعني يعملوا جنب الاحتلال حكم ذاتي على الأراضي اللي محتلها إسرائيل من سنة 67 اللي بتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبقى القدس الشرقية بس عاصمة فلسطين. من الآخر اتفاقية أوسلو يعني تجريم المقاومة، وننسى بقى تماما تحرير فلسطين كلها من نهر للبحر. بعد 30 سنة من أوسلو والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس بيزيد بتوحش، 30 سنة ولسه بنشوف ممارسات إسرائيلية يومية تتضمن الفصل العنصري والتهجير القسري، التطهير العرقي والإبادة الجماعية لكل الشعب الفلسطيني. الاحتلال بيبني معسكرات لجيشه تحمي المستوطنين وهم بيقتلوا في الفلسطينيين، وبيبني جدار فصل عنصري، وكل يوم بتكبر شبكة المستوطنات والطرق اللي تحاصر المدن الفلسطينية لغاية ما بقوا 282 مستوطنة في الضفة بس. ومع مشروع صفقة القرن أمريكا اعترفت بسيادة إسرائيل على القدس كلها كعاصمة أبدية للاحتلال وبكل المستوطنات، ولا كأن في اتفاقية أوسلو أصلا. والفلسطينيين بقى نبقى نشوف لهم دولة منزوعة السلاح عاصمتها بوديس شرق القدس. لا، وكمان لازم يعترفوا الأول بباقي القدس عاصمة لإسرائيل ويتنازلوا عن حق العودة لملايين الفلسطينيين، وطبعا يبيعوا المقاومة ويسلموا سلاحها ونقفل بقى على القضية خالص. حل الدولتين يعني 3.7 مليون فلسطيني عايشين فوق بعض في مخيمات في لبنان والأردن وسوريا هيعيشوا طول حياتهم لاجئين، هم وملايين الفلسطينيين في باقي العالم. اتفاقية أوسلو حولت حركة فتح من حركة ثورية هدفها تحرير فلسطين بالمقاومة المسلحة لسلطة ديكتاتورية بتقمع شعبها عشان مش قادرة تحميهم، مش قادرة تحميهم لا من هجمات المستوطنين ولا من جيش الاحتلال اللي خلال أيام الإبادة الحالية لغزة قتلوا أكتر من 160 فلسطيني في الضفة. طبعا ده غير سرقة الأراضي. حل الدولتين يعني الاحتلال يكمل تحت عين السلطة الفلسطينية ضد الشعب الفلسطيني. المقاومة المسلحة هي الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني لحد ما تتحرر فلسطين من نهر للبحر، ومفيش بديل غير إنهاء نظام الفصل العنصري وإقامة دولة فلسطينية واحدة للجميع.